تابعين حالتنا ورح ننتقل هلا لطرابلس، طرابلس يلي حاول البعض بالماضي القريب البسة ثوب الارهاب، الا انه المدينه يلي اثبتت انها رمز للعيش المشترك كانت اقوى من مشاريع الفتنه. وبمناسبه عيد الميلاد تم افتتاح مدينه الاعياد بطرابلس واضاءه شجره الميلاد بدعوه من جمعيه اكيد فينا سوا، Indeed Better Together. تفاصيل اكثر رح نتابعها سوا بهالتقرير. بقيت جبال محتلة الإعلام والأقلام بسبب زينتها الميلادية المميزة. سنة اجت طرابلس لتنافسها، نعم طرابلس يلي فكروا كتار انه انقتلوا الحياة فيها وانهوا كل أمل لعودة هالمدينة إلى الخارطة السياحية. فرحة كبيرة كتير انه طرابلس عم تفرجي وجهها الحقيقي لكل اللبنانيين ولكل العالم. هي حقيقة طرابلس وهي صورة طرابلس الحقيقية. أكيد دائما نحن بننبسط بطرابلس إنه يكون في نشاطات دائما متنوعة تنثبت إنه مدينة طرابلس هي مدينة العيش المشترك، ودائما عم تثبت هالمدينة إنه يوم بعد يوم هي مدينة للثقافة وللحضارة ولكل شيء فني ومتطور بهالحياة، ونحن أبدا مش مدينة ما بتحب الحياة، نحن أكثر مدينة بلبنان ممكن إنها تحب الحياة، وشعبها كثير طيب وبيستقبل الكل بكل ترحاب. أجواء كثير 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 حلوة ورائعة، ونحن منشجع جميع يجوا لعنا وشوفوا قد ايه اجواءنا حلوة. اجواء رائعة بتجنن بهالايام، وخاصة هي فرصة ليصير عنا مجال للسياحة بطرابلس، لأنه كثير 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 مبسوطة، يعني شيء بيكبر القلب، وهيدي طرابلس وهيدا جونا، ما بقدر اقول لك أكثر من هيك. طرابلس موسم الأعياد بالعام 2016-2017 بثوب الفرح بكامل زينتها ومع كل أهلها وأصحابها بمعرض رشيد كرام الدولي وبأجواء احتفالية ضخمة. وبمناسبة تزامن عيد المولد مع عيد الميلاد أضيئت شجرة العيش المشترك والمحبة، وافتتحت جمعية أكيد فينا سوا مدينة الأعياد بطرابلس وسط استعراض مميز خطف أنفاس الناس لدقائق طويلة. مدينة الأعياد اليوم بقدر أوصفها بالعرس مثل ما شايفين ومثل ما الكاميرا يمكن عم بتشوف. أنا بدي أطلب من كل اللبنانيين خلال هالأسبوع يزوروا طرابلس ويتعرفوا على هالمدينة الرائعة ويشوفوا المعرض. أيام نحن منسافر لنشوف معارض مميزة، نحن بندعيهم بقلب لبنان يقصدوا طرابلس ويشوفوا هالمعرض المميز. يعني هذا اللي نحن كلبنانيين بنحب نعيش، هذه الفترات، فترات الفرح، فترات تضوية شجرة ميلاد، فترات الأعياد والاحتفال بالأعياد. الحقيقة هذا العنوان، طرابلس مدينة الأعياد، طرابلس مدينة العيش الواحد، لأنه حتى العيش المشترك كلمة مش ملائمة، لأن طول عمرنا عودنا نعيش هيك بطرابلس. يعني اليوم أكيد نهار عظيم، مثل ما شايفين شجرة من أكبر شجرة بطرابلس أكيد، ويمكن الأفضل في لبنان. هذه هي طرابلس، وهذه عاصمة الشمال، هيك بنعرف لبنان وهيك بنعرف طرابلس، بتجمع أعياد كل اللبنانيين، بتجمع ثقافات وحضارات وأديان كل اللبنانيين. وجوه الناس تدل على أن هذا اليوم من أيام طرابلس المميزة. طرابلس مدينة للجميع. أجواء رائعة، طرابلس رجعت طرابلس اللي نحن بنحبها ونحن بنعرفها، واللي ظاهر الليلة شيء كتير رائع أنه أهل طرابلس كتير طيبين وكتير بيعرفوا ينبسطوا. جو كتير حلو، بنتمنى على طول بصورة دائمة يضل طرابلس هيك لأنه بنحبها كتير.
استمر لسنين طويلة، قدروا يحولوه الشماليين بهالليلة وبفضل طينتهم الطيبة إلى عرس وطني جمع كل اللبنانية ليشكلوا حاجز استقرار أمام كل أنواع الخروقات يلي بتجرب تضرب هالمدينة. وبنسيج الاجتماع الحلو عكست طرابلس صورة الوطن الحقيقية. طرابلس حلوة كتير حلوة كتير حلو، وجوا في ألعاب وآيس سكيتينج وناينزي والفرقان والسابان والبالونات، مش كتير عن جد حلو. وطرابلس هي العيش المشترك، طرابلس هي الحضارة، طرابلس هي العالم اللي بتحب الحياة، طرابلس اللي بنضوي على الأشياء اللي كتير حلوة. نزلنا الأسعار، زبطنا الجو تا يحكي لغة طرابلس. رح نقضي هون 8 أيام، أكثر من 90 شخص رح ننام هون تنهتم بهالسوق الأكل تنعطيه رونق غير. صرنا مثل بقية المحافظات، بطل الصورة التقليدية عن طرابلس. حلو وشي جديد، إن شاء الله طرابلس على طول بتكون منورة بوجود العالم كله، وأهلا وسهلا بالمغتربين إذا بدهم يجوا. على أمل أنه يكون عام 2017 كما كانت 2016 عام الاستقرار لطرابلس وأمنا ولبنان عامة. كانت أجواء طرابلس اللي مستمرة لغاية 22 شهر، والختام رح بيكون مع الفنان جوزيف عطية. أما هلأ نحن وصلنا لختام الحلقة ومنختمها مع تقرير رياضي. بكرة موعد جديد من أخبار الصباح، كونوا معنا. باي. باي. تشهد المرحلة 16 من الدوري الألماني ليلة الأربعاء مباراة المنتظرة بين المتصدر وحامل لقب بايرن ميونخ وضيفه ووصيفه لايبزيغ، النادي الحديث العهد يلي شكل أدائه مفاجأة هالموسم. الناديين معهم 36 نقطة. النادي البافاري بيحمل لقب بطولة الدوري بالمواسم الأربعة الأخيرة، ورام الياسي بعدد الألقاب 26 وأضاف لها 18 لقب بالكأس وخمس ألقاب بدوري أبطال أوروبا. أما لايبزيغ فما مضى على تأسيسه أكثر من 6 سنوات وهو مملوك من شركة مشروبات الطاقة النمساوية ريد بول، بس مسيرته من وقتها ثابته وقدر يرتفع خلالها من الدرجة الرابعة للدرجة الأولى ليكون منافس وبقوة على بطولتها بموسمه الأول فيها، وهذا أول موسم بين الكبار. وحتى أقل من أسبوعين كان لايبزيغ عم يتصدر ترتيب الدوري من دون أي خسارة قبل ما يتلقى خسارته الأولى قدام إنجلشتات 0-1. وخلال المرحلة 15 الأخيرة استعاد لايبزيغ الصدارة بفوزه على هيرتا برلين 2-0، بس باير قدر يفوز وبصعوبة على دارمشتات 1-0 ليرجع ويأخذ الصدارة بفارق الأهداف. باير بخوض المباراة بغياب جيروم بواتينج قلب دفاعه يلي خضع لجراحة بكتفه، وعين البايرن كتير ليتصدر بعد فوزه على دارمشتات الأخير 1-0 بهدف من دوغلاس كوستا. وقدم البايرن هالموسم أداء متفاوت بين مباراة وأخرى، أكان على الصعيد المحلي أو بدوري أبطال أوروبا، وحل تاني بمجموعته خلف أتلتيكو مدريد. البايرن عم بيخوض موسمه الأول مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، خلف الإسباني غوارديولا اللي انتقل ليدرب مانشستر سيتي الإنجليزي. بينتظر برشلونة حامل لقب إحراز بطاقته للدور 16 لمسابقة كأس إسبانيا، وبخوض إياب هالدور قدام ضيفه هيركوليس اللي كانت من الدرجة الثالثة ليلة الأربعاء. وبخوض النادي الكتالوني المباراة بغياب الثلاثي المرعب لمسان المكون لأرجنتيني ميسي، الأورجواييني سواريز، والبرازيلي نيمار، من بعد ما قرر مدربهم لويس إنريكي أن يعطيهم عطلة على بكير، وتحديدا بعد فوزهم الكبير على إسبانيول 4-1. وبيرغب النادي الكتالوني أن يحجز بطاقته للدور المقبل ويلحق بغريمه التقليدي ريال مدريد. وكان برشلونة سقط بفخ التعادل الإيجابي 1-1 خارج ملعبه ذهابا، وهو رح حاول أنه يستغل لعبه على أرضه وقدام جماهيره لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه. وبيحتل برشلونة المركز الثاني بالليغا بفارق 3 نقاط خلف ريال مدريد يلي لعب مباراة أقل وضمن تأهله أيضا لدور 16 من دوري أبطال أوروبا، وقت رح يواجه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.
نيل نجم نادي اتلتيكو مدريد انطوان غريزمان جائزة افضل لاعب فرنسي العام 2016 بعد الاداء الرائع اللي كان عم بيقدمه على مدار العام مع فريقه ومنتخب ديوك. واوضحت فرانس فوتبول الفرنسي انه غريزمان حصل على جائزة افضل لاعبيه العام 2016 بعد بروزه الكبير مع فريقه اتلتيكو مدريد والوصول معه لنهائي دوري الابطال بجانب مساعدة المنتخب الفرنسي للوصول لنهائي اليورو. تحدثت تقارير صحفية عن رغبة فريق جوفنتوس الإيطالي بالتعاقد مع أولى صفقاته بسوق الانتقالات الشتوية المقبلة بكنون الثاني، والهدف أنه يدعم الصفوف، وهو وضع تحت أنظاره لاعب خط وسط الفريق الكتالوني الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش اللي عم بعينه هالموسم مع البرشا. وبحسب التقارير الصادرة من إيطاليا، الكرواتي منزعج جدا لجلوسه على مقعد الاحتياط بآخر فترة، وهالشي بقرار من لويس انريكي المدير الفني للفريق يلي حرمه المشاركة مع الفريق بمباراة اسبانيول الاخيره، وقد غادر اللاعب ملعب الكامب نو وهو مستاء جدا كان بعد كل اللي عم بصير مع اللاعب. واداره اليوفي عم تراقب هالامر عن قرب للانقضاض عليه وقت بقرر انه يفل عن الفريق الاسباني. كشفت مصادر صحفية أن لاعب نادي ريال مدريد إيسكو عم يقترب من الرحيل أيضا عن صفوف فريق الملكي، وهالشي بسبب قلة مشاركته كلاعب أساسي تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان. وأوضحت المصادر أنه إيسكو بيت عم يشعر بالخوف تجاه مصيره مع البلانكو مثل زميله الكولومبي خميس رودريغيز يلي ألمح بإمكانية رحيله عن صفوف الفريق الملكي بالميركاتو المقبل. أعرب مدرب نادي بروسيا دورتموند الألماني توماس توخيل عن استيائه بسبب الطرد اللي تعرض له نجم الفريق ماركو رويس بالمباراة الماضية قدام نادي هوفنهايم، واعتبر أنه قرار الحكم كان ظالم ومبالغ فيه. وقال مدرب لازم نتحمل أسلوب لعب بدني لأنه من الطبيعي أنه توجهنا الفرقة بهالطريقة، خسارة اللاعبين أمر سلبي واضطرينا أنه نواجه هوفنهايم لمدة 60 دقيقة بعشر لاعبين بس. وأضاف كمان رح نفتقده بالمباراة المقبلة بالرغم أنه ما عمل أي شيء خاطئ. أعلن رئيس فريق فيراري سيرجيو ماركوني أن الفريق رح يعلن عن موعد الكشف عن سيارته للموسم الجديد خلال حفل رح يصير نهار الاثنين المقبل، وهيك بيكون الفريق هو الأول اللي عم يعلن عن موعد الكشف عن سيارته للموسم المقبل بالفورمولا 1. ومن المعلوم أن الفيراري عم تسعى بكل قوة لتحقق شيء الموسم المقبل بعد موسم مخيب للأمال يلي اختبرته خلال هالسنة وفشلت أنه تحقق أي فوز فيه. كشف فيليبي ماسا انه تلقى عرض من الاتحاد الدولي للسيارات انه يكون مراقب سباقات بالموسم المقبل بالفورمولا 1. وقال ماسا من المتوقع انه يعود من اعتزاله ليقود سنه اضافيه لفريق ويليامز. اتصل فيه رئيس الاتحاد جون تود وعرض علي انه يكون مراقب سيارات، ما بعرف اذا بدي يكون هيك وبهالدور بالاتحاد، بس بالتاكيد بده يكون عندي عمل معه بالمستقبل.